أولاً أهلاً وسهلاً بالجميع. أهلاً برؤوس البلدية، بالمطران جورج وبالأصدقاء كلهم. بعض الناس هون اليوم هن أصدقاء لنا، أصدقاء إلي، وبعض الآخر من الأحباب رح يتعرف علي اليوم أكثر شوي. لسوء الحظ عم بيهتوني بالورادة السياسية. أنا بفتخر إنه اسمي ميشيل المر. الورادة السياسية ما بتطبع الانتخابات النيابية. بوجود أحباب مثلكم وناس حاطة ثقتهم فينا وأمنهم فينا، وبإذن الله ب 15 أيار متأملين هالثقة وهالمحبة تكون بعدها موجودة. آخر كم سنة لسوء الحظ في هالفريقين بالبلد، كل واحد باله بمصالحه الشخصية وأهدافه السياسية، بخبروا شعارات ووعود فاضية، ونتيجة ذلك الشعب مات الجوع. ممنوع ولاد المتن يتبهدلوا على باب المستشفيات. ممنوع ولاد المتن يناموا ولادهم بلا عشاء. ممنوع ولاد المتن اقل شيء يكون عندهم الحد الادنى مفقود. واكيد اللبنانيين كلهم كمان. مشان المر لبنان. أنا اليوم جاي أقول حأشغل ليل ونهار لمصلحة المتن مش لمصالح الشخصية. لسوء الحظ كمان في بعض الناس راهنوا وجربوا يلغوا خط الاعتدال بهذا البلد. بوجودكم بثقتكم فينا ومحبتكم لنا ما رح نخلي حدا يلغي هذا الخط، خط الاعتدال لمصلحة لبنان كله. أنا مثل ما قلت لكم ما رح أعطي شعارات، عندي وعد واحد فقط. أنا مبارح واليوم وبعد 15 أيار مع الناس، حد الناس وللناس. مع نحن أقوى.